فما التزمت قاف الشعر أمدحكم آل طه. فما التزمت قاف الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة وإن تخليت يا ذلي ويا ذمي إن لم أكن في حماكم لا إذن أبدا فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي لا عذب الله فيكم مقلة سهرت تروم وصلكم يا سلم رب العرش ما ارتعدت صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت قلوب أهل لي مراداتي عسى ألقى بشاهدك.
وحكت ما تم لها وجرى قد جاءته امرأة وبكت وحكت ما تم لها وجرى قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما شفت حالته ورآه يردد منكسرا للشيخ كشفت حالته ورآه يردد منكسرا تراني أعود إلى وطني وأسر حديثا مستترا تراني أعود إلى وطني وأسر حديثا مستترا حديد مسلسلة يمناي بقيد واليسرى وأفك حديد مسلسلة يمناي بقيد واليسرى فرأى بدويا ملتثما السهم به يرمي عشرا يا بأسرار البدوي وبجاه الهادي والعشرى اغفر يا رب لسامعها ولمنشدها ولمن حضرا ولمنشدها ولمن حضرا ولمنشدها ولمن حضرا نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله والرفاعي شيخنا وهو أستاذنا والرفاعي شيخنا وهو أستاذنا لدين الله ذلنا لدين الله ذلنا كي نتطيع عذاب الله نظرة لله وشذيلي شيخنا وابو الحسن أستاذنا وشذيلي شيخنا وهو أستاذنا لدين الله دلنا لدين الله دلنا كي نتقي